تبادل الأسرى في ثالث أيام الهدنة. حماس تطلق سراح 14 إسرائيلياً من وسط مدينة غزة مقابل 39 فلسطينياً. قبيل يوم من انتهاء الهدنة، حماس تؤكد سعيها للتمديد، ومجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لاتخاذ القرار. وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة، ونتنياهو يذكر بأهداف الحرب من داخل غزة. شمال القطاع المنكوب والمحاصر يستقبل شاحنات المساعدة تدريجياً، وبلدية غزة عاجزة أمام حجم الدمار. تحية طيبة وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. استكملت اليوم الثالث استكمل من صفقة الرهائن بإطلاق سراح 17 أو 17 رهينة لدى حماس مقابل 39 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهائن وصلوا إسرائيل بعد أن تسلمهم الصليب الأحمر من حماس وسط مدينة غزة التي كانت تشهد قصفا متواصلا وتوغلا بريا إسرائيليا. ومن بين الرهائن الذين أطلقتهم حماس 14 إسرائيليا وثلاثة تايلانديين. وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن من بين الرهائن الإسرائيليين 9 قُصّار. ننتقل الآن إلى معبر رفح الجانب الفلسطيني تحديدا. يحدثني من هناك مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد، تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة. نقف وإياك على آخر التطورات هناك، ما الذي رصدتموه في الساعات الأخيرة؟ نعم حسام، يعني الذي رصدناه هو عملية تسليم 3 تايلانديين والمحتجز الروسي التي أفرجت عنهم حركة حماس اليوم، بالإضافة إلى 13 إسرائيليا أفرجت عنهم وسلمتهم للصليب الأحمر في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وبعد ذلك تم تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي من خلال نقطة على الحدود بالقرب من كيبوست بئيري في الشرق من مدينة غزة. وبالتالي
هذه المرة الأولى التي يعني يتم تسليم رهائن من المنطقة الشمالية، وبالتالي الدفعتين السابقتين تم تسليمهم على الأرجح من المناطق الجنوبية، لذلك كان خروجهم عبر معبر رفح البري مع استمرار انشطار قطاع غزة إلى جزئين واستمرار الحاجز، أليس كذلك أحمد؟ هو يعني الحديث أن الرهائن بالأساس كانوا في المنطقة الشمالية، أماكن تواجدهم كانوا في المنطقة الشمالية، لذلك تم تسليمهم للجانب للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعد ذلك أقرب نقطة حدودية كانت كيبوست بيري في المنطقة الشرقية لقطاع غزة، لأن طيب عمليا يعني نعم السؤال، لم تستطع حماس نقلهم إلى جنوب قطاع غزة من الشمال بسبب الحاجز الإسرائيلي سيء السمعة الذي دائما ما ترصد لنا عنه كل الأخبار أحمد، أليس كذلك؟ بكل تأكيد حسام، بكل تأكيد. نعم صحيح. نعم. طيب فيما رصدتموه أيضا في معبر رفح تحديدا بالحديث عن إطلاق الرهائن، ذكرت أنه أحد الرهائن أو المحتجزين الجنسية الروسية ألا يعتبر من الإسرائيليين الذي تم إطلاق سراحهم؟ هل هو مزدوج الجنسية أم لا؟ نعم هو مزدوج الجنسية، وحماس أفرجت عنه بعدما أصدرت تصريح وقالت استجابة للتدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدخل وأجرى اتصالات مع قيادة حماس من أجل الإفراج عن هذا المحتجز الروسي الذي يحمل الجنسية الروسية وأيضا الجنسية الإسرائيلية، لذلك يعني استجابة للجهود الروسية والاتصالات الروسية مع حركة حماس تم الإفراج عنه، وعمل على ما يبدو حسام، يعني هذه ليست معلومات مؤكدة، أن التايلانديين الثلاث والمحتجز الروسي هم كانوا في المناطق الجنوبية على أقل تقدير، يعني لذلك تم تسليمهم من خلال معبر رفح البري. أيضا فيما يعني يتعلق بالفيديوهات التي تم الإفراج عنها أو التي يعني بثتها حركة حماس، ما وصف بالعرض العسكري في مدينة غزة تحديدا لإطلاق سراح المحتجزين، ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها من هذا الاستعراض؟ يعني على مدار 48 يوم من العمليات العسكرية، من الاشتباكات على مدينة غزة والمنطقة الشمالية، كانت ساحة قتال الجيش الإسرائيلي بأنه يعني قال بأنه دمر العديد من القدرات العسكرية لحركة حماس، استهدف العديد من يعني عناصرها في هذه المناطق، واليوم يخرج بعرض عسكري من وسط هذه المدينة التي كانت ساحة للاشتباكات والمعارك الضارية، ويتم أيضا تسليم رهائن بهذا الشكل من الاستعراض العسكري، ويرسل رسالة حسب ما يقرأ المحللين السياسيين إلى الإسرائيل وإلى الجيش الإسرائيلي أنهم يعني في حالة استعداد وأنهم موجودين في مدينة غزة. ولكن يعني أحمد، هناك تمركز إسرائيلي في مدينة غزة، ما البعد الجغرافي تحديدا الذي نتحدث عنه، عن نقاط تمركز القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مدينة غزة تحديدا، والنقاط التي رأيناها أمام عدسات الكاميرات لحظة إطلاق سراح المحتجزين؟ حسام، التمركز الإسرائيلي الآن أو الدبابات الإسرائيلية تتمركز وتتموضع في أطراف مدينة غزة، بمعنى شارع صلاح الدين الآن هي تتمركز في وسط هذا الشارع، في المكان الذي منذ اللحظة الأولى للعملية البرية وهي متمركزة فيه حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق داخل مدينة غزة الآن، هي في على مشارف المنطقة الغربية على شارع هارون الرشيد، تتمركز هناك الدبابات، أيضا على أطراف بلدة بيت حانون شمالي القطاع، في أيضا شمال مدينة غزة، في أطراف أيضا مخيم الشاطئ، وأيضا أطراف حي الشيخ رضوان، في هذه المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية، بعيدة عن المركزات والتموضع الذي كانت فيه
قبل الهدنة الإنسانية، هي انسحبت وتراجعت الدبابات الإسرائيلية حسب اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، وبالتالي كان هناك أريحية للتحرك داخل مدينة غزة، خاصة عندما نتحدث أن في مدينة غزة حسب ما يقول المكتب الإعلام الحكومي هناك 800,000 شخص في مدينة غزة، وبالتالي كانت هناك أريحية في عملية التحرك. وشاهدنا بعض الفيديو حسام في بلدة بيت حنون، المواطنين كانوا يتحركون والدبابات يعني تقف من أمامهم ويسيرون باتجاه منازلهم ليتفقدوها ليروا ماذا حصل في منازلهم وبيوتهم في بلدة بيت حنون شمالي القطاع. كل الشكر لك أحمد على كل هذه المعلومات والإيضاحات. حدثني من معبر رفح مراسل الحدث أحمد حرب، شكرا جزيلا لك. تعالوا بطريق خلينا نسال رمى الله شباب الآن ننتقل إلى رام الله، يحدثني من هناك مراسل الحدث خالد القاسم. خالد تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة. رصدتم وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة الغربية تحديدا، ما يعني أبرز ما رصدتموه هذه الليلة؟ يعني بالفعل حسام، أطلقت إسرائيل سراح 39 طفلا فلسطينيا كانوا أسرى في السجون الإسرائيلية، 21 منهم أطلق سراحهم من سجن عوفر باتجاه القدس مباشرة، و18 أسيرا وصلوا إلى مدينة رام الله وسط انتظار عائلاتهم والألاف من الفلسطينيين الذين انتظروا عند دوار الساعة في مدينة رام الله وصول الأسرى. أبرز ما تم رصده بأن هذه الدفعة من الأسرى كانت خالية من الأسيرات، جميعهم أسرى أطفال، وواحد منهم فقط هو من قطاع غزة. نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قالت بأنه سيبقى في ضيافة الهيئة حتى تسمح الظروف لانتقاله إلى قطاع غزة. كانت فرحة عارمة لدى الأهالي باستقبال أبنائهم الأطفال لدى خروجهم من السجون الإسرائيلية. اليوم كانت العملية عملية إطلاق سراح الأسرى أكثر سلاسة من يوم أمس، ربما صارت حسب المواعيد المخطط لها بالنسبة إلى التوقيت، على عكس يوم أمس انتظرنا حتى 3 فجرا حتى خرج أو وصل الأسرى إلى مدينة رام الله. لكن ذلك عملية خروجهم ترافقت مع مداهمة الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة التي تواجدنا فيها وتواجد فيها الصحفيون والعديد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون خروج الحافلات، حافلات الصليب الأحمر من داخل سجن عوفر على جبل مقابل للسجن. الجيش الإسرائيلي داهم المنطقة وأمطر المتواجدين بقنابل الغاز وقام بطرد ومصادرة بعض أدوات التصوير للصحفيين. الهلال الأحمر الفلسطيني أصدر بيانا قال بأن طواقمه تعاملت مع 21 إصابة في محيط سجن عوفر، منها 7 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابات عديدة بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. طبعا كل ذلك تزامن مع خروج حافلات الصليب الأحمر الدولي من داخل سجن عوفر.
اليوم خالد، كل المفرج عنهم من الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية كانوا من يعني أهل رام الله تحديدا، أم أنه بعضهم تم إفراج سراحهم وإطلاق سراحهم في القدس حيث تمنع هناك العائلات من إبداء فرحتها باستقبال أطفالها؟ نعم، 21 أسيرا تم إطلاق سراحهم باتجاه القدس مباشرة إلى منازل عائلاتهم. الأسرى من مناطق الضفة الغربية انتظرهم الأهالي عند دوار الساعة في مدينة رام الله. طبعا 18 أسيرا وصلوا، 17 أسيرا وجدوا عائلاتهم باستثناء الأسير من قطاع غزة الذي استقبله الفلسطينيون وعلى رأسهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي قالت بأنها ستستضيفه حتى تسنح الظروف. طبعا بعد لقاء الأهالي ولم يستغرق الوقت أكثر من نصف ساعة ثم انطلق كل أسير وعائلته باتجاه مكان سكنه سواء في الجنوب وفي الشمال بسبب الظروف الأمنية والعسكرية في مناطق الضفة الغربية. آثر الأسرى وعائلاتهم أن يغادروا على وجه السرعة تجنبا لأي معيقات قد تصادفهم في الطريق إلى المنازل. كل الشكر لك خالد على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من رام الله مراسل الحدث خالد القاسم، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن البلدية لم تتسلم من لتر وقود واحد بعد، بينما 700,000 شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات التي تعتمد على الوقود لتشغيل الآبار والمحطات لهذه المناطق. وأضاف السراج أيضا أن حجم الدمار كبير جدا، وقال إنهم بحاجة إلى فتح الشوارع لتسهيل حركة طواقم الإنقاذ والإسعافات، وحذر من انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تراكم النفايات وعدم توفير العربات اللازمة لنقلها أو الوقود اللازم لتشغيلها. في قذائف في بعض المراكب تم تدميرهم وبدهم إصلاح، وهذا طبعا عمل حيدمر الصيادين أو دمر الصيادين بشكل كامل. لا يستطيع الصيادين أو لا يقوى على بناء شيء جديد، ولا يستطيعوا كسب رزقهم هم وعائلاتهم في المستقبل بالبساطة. زي ما أنت شايف الدمار الكامل، مصدر رزقنا وحالنا البحر، فيش أي حاجة غير البحر، ولا بديل ولا شيء غير الصيد، يعني لا شغلة ولا عم. هذا مال قرايبي ودار عمي، لا ضل حسخ ولا ضل مكان ولا ضل شيء، إنه الزوارق على كفنا هلك يعني. أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح دخول 100 شاحنة من المساعدات إلى شمال قطاع غزة اليوم الأحد، مضيفا أن 59 شاحنة دخلت أمس، وأضاف أن المساعدات التي وصلت لشمال القطاع ليست كافية في ظل نقص المواد الغذائية والمياه وتدمير البنى التحتية وأعداد السكان الذين أيضا ما زالت متواجدة بالفعل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فترة التهدئة ليست كافية لحصر مدى الدمار والعمل على إخراج من هم تحت الأنقاض. وقال إنما دخل من غاز ووقود لقطاع غزة حتى الآن غير كاف. ومع بدء العد التنازلي لانتهاء الهدنة الإنسانية في غزة واستعدادا لمواجهة القادم، يسارع بعض النازحين في مخيمات خان يونس، يسارعون الزمن
لتشييد خيام تقيهم وأطفالهم من برد الشتاء الذي يطرق الأبواب. مراسل الحدث أحمد حرب تجول في مخيم للنازحين بمستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع وأعد لنا التقرير التالي. نحن نقف في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. هكذا تحولت هذه الساحة لعشرات الخيام التي أقامها النازحين الذين جاءوا من المنطقة الشرقية لخان يونس وأيضا المنطقة الشمالية لمدينة غزة. عدد كبير من الخيام أصبحت فارغة كما تشاهدون، تركها أصحابها وتوجهوا إلى منازلهم في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في خزاعة والزنة وعبسان الكبيرة والصغيرة والقرارة وأيضا بني سهيلة. تفقدوا منازلهم وما زالوا حتى اللحظة في تلك المناطق، ولكن أيضا يوجد نازحين من المنطقة الشمالية كحال هذه الأسرة. احكي لنا عن أوضاعكم الآن كنازحين، نزحتم من المنطقة الشمالية في ظل الهدنة الإنسانية، في ظل الهدنة الإنسانية ما رجعتوا على المنطقة الشمالية، كيف أوضاعكم اليوم؟ أوضاعنا صعب لله، احنا رجعنا كنا حافظين أمل احنا نرجع غزة، بس ايش تعون الشرقية روحوا واحنا قعدنا هنا في غزة في جنوب مجمع ناصر، ما قدرناش نتحرك ولا نطلع وننزل. عصبتنا روح احنا سبنا مالنا وحالنا وجدنا وين على الجنوب نقعد هنا، يعني ما استفدناش حاجة. تعون الجنوب تعون الشمال تعون الشرقية كلهم روح، كلهم الجماعة كلهم روح، الا نضل نشتغل احنا هنا. أيضا مجموعة من المواطنين بدأوا يتجهزوا لإقامة خيمة في أيضا مجمع ناصر الطبي كما تشاهدون. الأخشاب النيلون في هذه المنطقة بدأوا بتجهيز هذه الخيمة. والله بنجهز في خيمة ومجموعة خيم، يعني لمجموعة من الناس النازحين اللي وصلونا من شمال جباليا ومن مدينة غزة، لهم يومين في العراء موجودين أو ثلاث أيام، فبنحصل قاعدين مجموعه من الاخشاب والنيلون في مجهود انه احنا نقدر يعني نعمل لهم مأوى يعني بسيط متواضع يقيهم من الريح والبرد والمطر والشمس. كما شاهدتم وسمعتم مشاهدينا حول ما يجري هنا في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي من خيام، عشرات الخيام، وأيضا ما زالت التجهيزات تجري لأيضا نازحين جدد جاءوا من المنطقة الشمالية لقطاع غزة. سوف تستمر هذه الهدنة ليومين، الهدنة الإنسانية المؤقتة، وسوف يعود مئات والآلاف من النازحين من المنطقة الشرقية إلى هذه الخيام بعد يومين، وتستمر أيضا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي تزداد معها أيضا أعداد الضحايا وأيضا الإصابات في كل مناطق القطاع. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من خان يونس جنوب قطاع غزة. ننتقل الآن إلى ضيفي من رام الله، معنا الأستاذ قبل الذهاب إلى رام الله وأيضا لإجراء المقابلة من هناك. أذهب إلى دير البلح من داخل قطاع غزة تحديدا، يحدثني من هناك الصحفي أسامة الكحلوت. أسامة تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية. كيف يقضي الغزيون أوقاتهم في أوقات الهدنة، وأيضا هل هناك تخوفات من عودة الحرب بعد انتهاء هذه الهدنة؟ نعم، يعني منذ اليوم الأول للتهدئة ووقف إطلاق النار على قطاع غزة، نتحدث هنا عن انطلاق كل سكان المنطقة الوسطى، وهنا في منطقة دير البلح السكان والنازحين انطلقوا إلى الأسواق للتزود بالمواد الغذائية على الرغم من شح كل هذه المواد، ولم يدخل إلى قطاع غزة ما يكفي القطاع لسد رمق الأطفال والعائلات، والنازحين انطلقوا باتجاه الأسواق. كان هناك حركة نشطة في كافة أسواق قطاع غزة والمنطقة الوسطى، هنا رصدنا إقبال كبير على المحلات التجارية لشراء ما تبقى داخل هذه المحلات والتي كانت في بعض الأوقات مغلقة وتم فتح أبوابها خلال أيام التهدئة ووقف إطلاق النار. نتحدث هنا عن كانت فرصة لاتجاه النازحين والسكان لمحاولة الحصول على القليل من كميات غاز الطهي والتي دخلت فقط خلال مرحلة التهدئة ووقف إطلاق النار. نتحدث هنا
عن أن هذه الكميات لم تفي بحاجيات قطاع غزة، فقط كانت هناك محاولات لسد العجز، ولكن هذا العجز ما زال حتى هذه اللحظة. بعض العائلات استمرت لأكثر من يوم وهي تصطف أمام محطات الغاز ومحطات الوقود من أجل التزود بالوقود والغاز، ولكن لم تحصل على الكميات الكافية لعائلاتهم. بالعادة كانت يعني المحطات تعبئ الأسطوانات الغاز بمقدار 12 كيلو للأسطوانة الواحدة، ولكن نتيجة الإقبال الكبير على هذه المحطات والضغط الشديد، عدد كبير من المواطنين لم يتمكنوا من التعبئة لأسطواناتهم، وعدد آخر تمكنوا من تعبئتها فقط لست 6 كيلو من الغاز المتوفر في داخل محطات الغاز هنا في مناطق المختلفة في دير البلح. نتحدث اليوم، تجولنا في أكثر من منطقة في شرق مخيم البريج والمغازي، كان هناك محاولة للمزارعين من أجل جني ثمار الزيتون والتي يعني مر عليها وقت طويل ولم يتم جني هذه الثمار، ماتت هذه الحبات على الشجر وسقطت وتساقطت على الأرض ولم تجد من يجني هذه الثمار. أصحاب الأراضي هناك تحاولوا جمع ما يمكن جمعه من هذه الثمار وتوجهوا بها إلى معاصر الزيتون التي فتحت أبوابها فقط خلال فترة التهدئة وقف إطلاق النار. شاهدنا هناك أيضا خرق للتهدئة كانت بإطلاق النار على أحد المزارعين هناك، وسقط الأب مصابا وابنه ضحية خلال تواجدهم في أرضهم شرق مخيم المغازي. شاهدنا هناك محاولة للصيادين لتفقد قواربهم التي تم تدميرها في ميناء دير البلح، هناك يعني حالة شلل كامل في قطاع الصيد بسبب تدمير وتضرر كل القوارب في منطقة ميناء دير البلح، حيث تم حرق أكثر من 31 قارب صيد، تضرر مئات العائلات من هذه الأضرار في حرق المراكب. البحر سحب هذه المراكب من على الشاطئ بعد ارتفاع الموج وسحب هذه القوارب، وبذلك نتحدث على أن يعني قطاع الصيد تضرر بشكل كامل، خاصة وأن كل القوارب في أكبر ميناء في قطاع غزة هو ميناء غزة، كل القوارب المتواجدة على في داخل ميناء غزة تضررت بالكامل وحرقت، خاصة وأن الزوارق الحربية الإسرائيلية منذ اليوم الأول للتصعيد لم تتوقف عن استهداف الميناء واستهداف القوارب، خاصة وأن هذا القطاع بالأساس يعاني من شح في القطع الغيار والمولدات ومادة الفيبر جلاس، كل هذا القطاع كان يعاني والآن أصيب بشلل كامل. كل الشكر لك دائما أسامة على كل هذه المعلومات والتفاصيل، سنعود إليك تباعا خلال هذه التغطية المستمرة. حدثني من قطاع غزة تحديدا من دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. الآن ننتقل إلى رام الله، يحدثني من هناك ضيفي الأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين. مساء الخير أستاذ قدورة، تحية طيبة وأهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. بداية نسأل عن دور هيئة شؤون الأسرى في هذه الأوقات الحساسة، وأيضا عن حال الأسرى الذين تمكنتم من لقائهم حتى الآن. يعني أولا في إطار الجهد المبذول من أجل إتمام عملية التبادل بطريقة منظمة و يعني استنادا إلى معلومات دقيقة تم توفيرها حتى لا يتلاعب الاحتلال، وحتى يكون ممكنا يعني التقيد بشروط الصفقة وفقا لما اتفق عليه. فمن حيث يعني توفير قاعدة البيانات هذا شيء يعني طبيعي ونقوم به بسهولة ويسرنا الموضوع أقصد. أما دور الهيئة فهو أيضا رعاية الأسرى وعائلاتهم من حيث توفير متطلباتهم، رواتب عائلاتهم من أجل أن يعيشوا بحياة كريمة، تعليم أبنائهم في المدارس، إصدار تأمين صحي لعائلاتهم، إعادة تأهيل من يتحرر إذا رغب بالالتحاق بالجامعة، توفير فرص عمل، ويعني هناك أنظمة ولوائح تحكم عمل الهيئة في السجن، توفير كانتين للسجن شهريا وبشكل منتظم. طبعا ويتم هذا الدور كله بالتنسيق مع كل الأسر والمؤسسات الأهلية العاملة مع الأسر.
طيب، هل الأسرى الذين تمكنتم من لقائهم أستاذ خدورة حتى الآن، ماذا عن الاحتياجات الطبية، الرعاية الطبية اللازمة السريعة، أو حالتهم النفسية تحديدا بعد ما عانوه من سنوات الاعتقال؟ يعني أولا بالنسبة لأوضاع السجون الآن، الشهادات التي قدموها منسجمة مع كثير من المعلومات التي تأتينا من مصادر مختلفة عن عملية الانتقام الشاملة التي يتعرض لها الأسرى منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. يتعرضون لاعتداءات وحشية على يد السجانين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 منهم في زمن قياسي، في حوالي شهر استشهد 6 وأصيب المئات بجراح لا يعالج حتى الشهر الأخير منذ 7 من أكتوبر. نعم. الذين يصابون بكسور، مثلا تكسر أيديهم أو أرجلهم، لا يقدم لهم العلاج حتى تجبير الكسر، كسور في الأضلاع، تكسر الأسنان، تهشم في الوجه، ردود في كل أنحاء الجسد من الاعتداءات المتكررة. نحن طبعا أجرينا اتصالات مع كل الجهات الدولية ذات الشأن، لم يحرك أحد ساكنا. الإخوة الذين تفاوضوا بشأن صفقة التبادل طرحوا هذا الموضوع بقوة، بحيث أن يعني دعوا لتكف إسرائيل يدها عن الأسرى، لأن هذه الحملة الإجرامية التي تشن بحق أسرى مقيدية صدرت بحقهم أحكام. يعني ما رأيتموهم، يعني من تابعتوا إطلاق سراحهم، هم مجموعة من الأطفال الذين لم يقضوا سنوات في السجن. هناك أسرى أمضوا أكثر من 40 عاما وزادت عمرهم عن 60 عاما، أيضا هم تعرضوا للأذى. يعني سألتني عن المرض وعلاج المرض، إسرائيل خلقت بيئة محفزة للأمراض، صادرت مقتنيات الأسرى، أغطيتهم، ملابسهم الشخصية. الأسرى الآن يعانوا من البرد وقد دخلنا فصل الشتاء، يعني أزالوا الشبابيك التي يعني تمنع دخول الهواء على الغرف. قسم كبير من الأسرى يسكنون يعني أو يعيشون في سجون في منطقة النقب، وهي منطقة صحراوية باردة في الليل. مواد التنظيف صادروها، الاكتظاظ خانق داخل الغرف. الغرفة التي طاقتها الاستيعابية 6 أسرى يضعوا فيها 10 واثني 10 عشيرا، بالتالي هذه كلها أجواء محفزة للمرض. المسارات القانونية، تحدثت عن يعني مساعي لمحاولة لحماية الأسرى، ما هي المسارات القانونية التي يمكن أن يعني تلجأوا إليها؟ يعني أصدقك القول، ومن خلال تجربة مريرة وطويلة على هذا الصعيد، المسارات القانونية، إسرائيل دولة ماركة خارج عن القانون، ويعني لم يجدي كل ذلك نفعا. الأمر يستدعي ضغطا سياسيا من دول مؤثرة، ما لم يفعلوا ذلك. إسرائيل بالعكس خلال فترة الحرب أدخلت شرعت تشريعات جديدة، وأدخلت تعديلات على تشريعات قائمة، وأصدرت أوامر عسكرية من قبل القادة العسكريين، وهذه الأوامر العسكرية التي حكمها حكم القانون. كل ذلك يعني عمقت إسرائيل من انتهاكاتها في كل الأعراف الدولية خلال فترة الحرب. فبالتالي أنا أعتقد أن المسارات القانونية لن تجدي الذي يمكن أن يجدي المساس بمنظومة مصالح إسرائيل، أو أن تهدد مصالح إسرائيل إن استمرت الاكتراف في هذه الجرائم. كل الشكر لك دائما أستاذ قدورة على هذه المعلومات والإيضاحات. حدثني من رام الله ضيفي من هناك، قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك مرة جديدة. في اليوم الثالث للهدنة عبر النازحون أو عبروا عن فرحتهم بالتهدئة النسبية وباستئناف حركات الأسواق في خان يونس، وطلبوا بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع آملين بتوقف الحرب. الوضع مستقر شوية وفي هدنة، وخرجت من الكام لأتسوق، يعني خضرة فواكه إيش ما بنزمني في البيت. بتمنى أن تستمر الهدنة على طول، يعني وقت إطلاق نار ونخلص يعني من موجة الحرب هاي اللي كانت مدمرة على أهل غزة، ووقف شلال الدماء النازف، وإن شاء الله يعني تروح الأمور للأحسن والأفضل إن شاء الله. إحنا مطلبنا واحد، عودة الناس النازحين إلى بيوتهم، إلى ديارهم في شمال غزة، في بيت لاهيا، في بيت حنون، في الشاطئ، في تل الهوى.
حركة كويسة، يعني في حركة كانت ميتر حركة قبل، الناس لا عارفة لا تطلع ولا تنزل، احنا في امان كده كويس، يعني الحياة كويسة، وين الواحد ما بده يروح، وين الواحد بده بيجي بروح وبيجي عادي، يعني الامور تمام الحمد لله. في راحة نفسية نوعا ما، فيش طيران، فيش سماع قصف، بنسمعش انه في شهداء، هذا كثير شيء بأثر علينا في نفسيتنا. وفي خان يونس ايضا اشتكى مواطنون من غلاء اسعار المواد الغذائية بما فيها الماء وصعوبة الحصول عليها ونقص التمويل رغم استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. توفير الاحتياجات في غزة للأسف غير موجودة، وإن كان موجود ما هو الماء حتى كل الأسعار صارت عالية جدا، نقص التمويل حتى لو دخل ما دخل من قوافل إنسانية لا تكفي قطاع غزة، لأننا نعلم جميعا أن النازحين أتوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب كان عدد كبير جدا، يعني لا تكفي 1000 أسرة هذه المساعدات. الوضع يزداد سوء يوم بعد يوم خاصة في هذه الهدنة، لأن الشعب تلقى صدمات كبيرة أصعب مما كنا نعيشه. انتقلنا من مرحلة الخوف والرعب إلى مرحلة القلق والحزن واليأس. أتمنى كأي إنسان فلسطيني أن يعيش بحرية وسلام بدون دماء وحرب، لأنه تعبنا، عشنا 5 حروب، جل تلك الحروب عشناها كأنها دقيقة من هذه الحرب الشرسة. ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل، يأمل نازحون من شمال غزة أن يتم تمديد الهدنة الإنسانية وأن تتوقف الحرب حتى يتسنى للأهالي العودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية. والله يعني بدنا نقول شوية تحسنت الأمور، ونتمنى تضلها على هيك متحسنة، ونتمنى تخلص الهدنة، لأنه الشعب نفسه بشكل عام كله تعبان. أنا اللي بحكي معك نازح من شمال غزة، طلعنا لمدة 4-5 أيام أكلنا يعني القصف بشكل عام في كل مكان كان. نتمنى الأمور تخلص، يعني ما ضلش فينا طاقة، ما ضلش نتحمل قد ما الإنسان يتحمل. تحملنا قبل حروب كثيرة، بس زي هذا الحرب عمرنا ما شفنا. نتمنى إن شاء الله تخلص عن قريب، يعني الشعب كله يرجع، كل شيء يرجع لبيته. حتى أنا واحد من الناس لو بيتي كان رايح بتمنى أرجع بيت أعمل خيمة وأقعد في بيتي وارتاح. أنا واحد من الناس شايف هنا السوق زي موسم عيد، ما شاء الله الناس كانت مخنوقة قبل، بس اليوم الناس تطلع تتحرك تشتري، بتجيب أغراض بدها إياها، إيش بدها بتلاقيه موجود تشتري. أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبه باحتمال تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم. وكانت حماس قالت في وقت سابق اليوم أنها تسعى لتمديد الهدنة من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين وفق بنود اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل. من جهته عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع قناة أمريكية عن تفاؤله بتمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكنه قال إن ذلك يعتمد على عدد من المحتجزين النساء والأطفال الذين تتمكن حماس من تحديد أماكنهم. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فتاة أمريكية في 4 من العمر كانت من بين الذين أطلق سراحهم. نتابع. فتاة صغيرة تدعى أبيجيل بلغت 4 من عمرها، قضت يوم ميلادها و15 يوما آخرين محتجزة لدى حماس. اليوم هي حرة وأنا وجيل ندعو لأن تكون بخير. أبيجيل كانت ضمن 13 محتجزا آخرين ممن أطلق سراحهم من غزة ضمن جهود دبلوماسية مكثفة. هي الآن آمنة في إسرائيل، ونضغط لأن يتم إطلاق سراح آخرين، ولن نتوقف حتى يعود الجميع لأحبتهم. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تستمر الهدنة الحالية، وأن يرى أيضا الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يتم إدخال المساعدات الطارئة إلى غزة في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الرهائن. هدفي هو إطالة أمد هذه الهدنة لما بعد غد لضمان خروج المحتجزين والإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخبره بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة بكل قوة في نهاية الهدنة. يأتي ذلك بعدما أجرى نتنياهو جولة في قطاع غزة لتفقد القوات المنتشرة هناك، مؤكدا على أن أهداف الحرب التي تشنها بلاده في غزة هي القضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى وفق قوله. وفي موازاة ذلك صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على الخطط العسكرية لاستئناف العمليات
بعد انتهاء الهدنة في وقت أجرى فيه رئيس الأركان تقييما للوضع وأقر الخطط لمواصلة القتال. أقول للمقاتلين وللمواطنين سنستمر حتى النهاية، حتى ننتصر، لن يوقفنا شيء. نحن على قناعة بأننا نمتلك القوة والإرادة والإصرار لتحقيق جميع أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية مستعدة لمواصلة المعارك ضد حماس في أي وقت. نحن مستعدون لمواصلة الحرب، قواتنا تواصل الاستعدادات والحصول على الاعتاد، وأيضا تم إقرار الخطط العسكرية المختلفة، ونحن مستعدون للقتال حتى لو كان غدا. هدفنا تحرير الأسرى من حماس، ونعمل على مواصلة القتال وتحرير المخطوفين. للمزيد من التحليل ينضم إلي الآن ضيفي من الناصرة الكاتب الصحفي نظير مجلي، ومن القاهرة رئيس تحرير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. اسمحوا لي أن أبدأ حواري من القاهرة مع الدكتور سمير. دكتور، يبدو أن الجميع متفائلا بتمديد الهدنة ويبدي الرغبة أيضا، هل يكفي ذلك لتحقيق هذا الهدف؟ أنا أعتقد أنه بعد أقل من 24 ساعة تفصلنا عن اليوم الرابع والأخير في الهدنة، التي نص أيضا الذين وقعوا عليها على أنه يمكن تمديدها. هناك مؤشرات إيجابية من أكثر من عاصمة ومن أكثر من طرف، بما فيها إسرائيل التي انعقد اليوم فيها الكابينت، ربما وافق على التمديد. الأهم الخبر الذي يعني المتداول الآن هو وصول ويليام بيرنز إلى المنطقة، ومن المقرر أن يجتمع ويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية CIA، ومن المقرر أن يجتمع مع وزراء خارجية مصر وقطر ومدراء أيضا المخابرات في البلدين وإسرائيل أيضا، وهو لم يأتي للتشاور في تقديري، ولكنه ربما أتى ليملي مسألة تمديد هذه الهدنة الإنسانية لإعطاء فرصة لمزيد من الإفراج وتحرير الرهائن، والقيام بعمليات أيضا تبادل للأسرى لإغلاق هذا الملف والانتهاء منه. على المسار الثاني، القوات الجيش الإسرائيلي الذي كان يعارض دائما التوصل إلى هدنة ويتحفظ عليها، ويدعي أو يزعم أنه يمكن أن باستمرار عملياته إما أن يحرر الرهائن أو أن يضغط على حماس لتحسين شروط تحرير هؤلاء الرهائن. الخبر الأهم ربما الذي يمكن أن يؤثر في هذه المسألة هو وصول ويليام بيرنز. لم يكتفي بايدن بالإشارة إلى أو تأييد مد فترة الهدنة الإنسانية، ولكن أيضا أرسل ويليام بيرنز، وهو كما نعرف مدير CIA الذي من المقرر أن يجتمع كما أشرت بمدراء المخابرات ووزراء الخارجية في قطر ومصر وإسرائيل، وهذا الأمر بالغ الأهمية، قد يؤثر بشدة على فتح أفاق الاتفاق الذي تم التوصل إليه. يعني استخدمت مصطلح إملاء التمديد، سأعود إليك دكتور للوقوف عند هذا المصطلح، ولكن أستطلع وجهة نظر أيضا ضيفي من الناصرة الأستاذ نظير. سيد نظير، برأيك يعني هذا التفاؤل الذي يبديه البعض لربما الجيش الإسرائيلي يعارضه،
يصدر الأوامر ويعلن عن أنه وافق على الخطط والمخططات لاستكمال هذه الحرب. أي من النظريات ترجح سيد نظير؟ مرحبا بك يا أستاذ حسام وبضيفك الدكتور سمير وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. الصحيح أن الحكومة الإسرائيلية اليوم تدخل في نقاش جدي وعميق مع الولايات المتحدة حول فكرة استمرار واستئناف الحرب، والمعلومات التي تتسرب تقول أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل بشكل حازم أنها لا تستطيع أن توافق أو توفر الضغط الغطاء السياسي والإعلامي لعودة الحرب كما كانت، وتقول أن اغتيال قادة حماس أو تصفية عناصر أساسية من قيادة حماس لمنعها من أن تعود إلى الحكم في قطاع غزة لا يحتاج إلى تدمير عشرات ألوف البيوت وقتل 10 أو 20 ألف مدني من غزة. هذا الأمر ينبغي أن يتغير، أسلوب العمل للجيش الإسرائيلي ينبغي أن يتغير وأن يظهر إبداعه الفني والمهني كيف يمكن أن يقوم بعمليات عسكرية جراحية من دون أن يورط المنطقة بمزيد من الدم، ومع احتمالات التوسع في هذه الحرب الإقليمية وربما فيما بعد تهديد عالمي. الهدنة وضعت أملا كبيرا وحقيقيا في أن لا تتسع الحرب طالما إن حزب الله التزم بهذه الهدنة، فإذا هنالك وضع جديد يجب استثماره بالطريقة المناسبة، والتركيز يكون على الأسرى. هذا موضوع تحرير الأسرى يهدئ النفوس، يهدئ أيضا الجيش الإسرائيلي الذي في نهاية المطاف سيلتزم بقرار الحكومة. طيب. صحيح أنه يريد أن يظهر الجيش الإسرائيلي كما لو أنه ليس متحمسا لهدنة، حسنا ها هو بدأ كذلك وهو في نهاية المطاف يرضخ. يعني موقف للاستخدام المحلي موقف الجيش الإسرائيلي سيد نظير؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد استخدام محلي والعالمي، ويعني الجيش الإسرائيلي يعاني الآن من ضربة جدية في هيبته أمام جيوش العالم أكثر مما هو حاله في داخل إسرائيل. يعني في داخل إسرائيل استطاع تطويق الغضب منه والاستهتار به، وعندما أعلن تحمله مسؤولية ولمح بأن قادته سيستقيلون حالا بعد انتهاء الحرب الجمهور عفى عنهم عمليا وقبل أم، لكن جيوش العالم تتساءل كيف يمكن جيش مثل الجيش الإسرائيلي أن يكون بهذه الإخفاقات بهذا العجز، كيف يمكن لأسلحة عديدة استخدمها حتى داخل غزة وفشلت. يعني توجد أكثر من تساؤلات في هذا الموضوع، لذلك هو محرج فيقول أنه هو يريد أن يكمل ويريد أن يثبت أنه ما زال ذلك الجيش، ولكن القيادة السياسية أجبرته طيب. على الوقوف فتوقف. سنعود إلى النظريات العسكرية التي يتم تداولها بشأن هذه الحرب، ولكن مرة جديدة أسأل الدكتور سمير عن مصطلح إملاء تمديد الهدنة. ذكرت دكتور سمير أنه ويليام بيرمز لعله قد أرسل ليملي تمديد هذه الهدنة، الولايات المتحدة لعلها هي من المرة الأولى كانت تطلع بدور مباشر في هذه الحرب مع إرسال عدد كبير من ترسانتها العسكرية للمنطقة، هل يستمر ذلك حتى الآن برأيك دكتور سمير؟ يعني أولا يجب أن نشير إلى الحقائق التالية. أولا الرئيس الأمريكي قام بزيارة خلال الأسبوع الأول من الحرب، وهو أمر غير مسبوق وفريد ويعني غير مسبوق تماما، وأردف ذلك بإرسال أكبر حاملة طائرات في العالم واحدة وهي ومجموعاتها العسكرية، وأيضا وضع أيزنهاور حاملة الطائرات الأخرى عند مضيق هرمز، وحشد 55 قطعة بحرية عسكرية إلى جانب إقامة نظام دفاع جوي في 12 نقطة في المنطقة. ليس هذا فقط، الولايات المتحدة ما قصدته وما أعنيه تماما بالإملاءات، أولا أن الولايات المتحدة مكانتها، وهذه تقارير أمريكية معلنة ليست سرا، أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة موقفها من هذه الحرب تضعضعت ليس في الشرق الأوسط فقط ولكن في العالم أيضا. اثنين، أن شعبية الرئيس بايدن تدنت إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة حتى الآن، وبالتالي فهو يحاول إنقاذ مصداقية الولايات المتحدة من جهة،
ومكانته وشعبيته فيها، وهو مخدم على انتخابات يتفوق فيها منافسه ترامب بنقاط عديدة، ولذلك يريد أن يرمم هذه الصورة إلى آخره. عندما يرسل بيرنز ليس مستشارا، ليس وزير خارجية، ليس رجلا يعني يدير نقاشا أو حوارا مع الأطراف. هذه CIA التي لها كما نعرف مكانتها وكذا، هو يأتي بتعليمات من الولايات، من رئيسه من الولايات المتحدة، لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها من مصلحة أمريكا الآن، تمديد وقف إطلاق النار، الانتهاء من ملف، خاصة أن أمريكا لها ثلاث رهائن آخرين ما يزالوا موجودين، مصداقية بايدن نفسها على المحك، وبالتالي هو يريد أن ينقذ مصداقية الولايات المتحدة من جهة، وأيضا شعبية الرئيس من جهة أخرى. هو لا يأتي للنقاش أو إدارة حوار والسماع له وجهات نظر مختلفة، هو يأتي بتصور وتعليمات. وما أريد أن أقوله أيضا وهو هام للغاية، أن إسرائيل التي طالما عاشت، أكمل بس هذه الجملة لأنها هامة جدا، إسرائيل التي طالما عاشت تحت حماية الولايات المتحدة وإمدادها بالذخائر والأسلحة الحديثة، الآن استدعيت إلى بيت الطاعة، وهذا أمر مختلف نوعيا عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية السابقة. لا يوجد رئيس وزراء إسرائيلي يمكن أن يتحدى أو يرفض الطلبات الأمريكية، ومنها تمديد وقف إطلاق النار، وهناك مصالح متقاطعة. إسرائيل لديها مصلحة أيضا أن تمدد وقف إطلاق النار وتنتهي من ملف الرهائن حتى تزيل الضغط الداخلي عليها، وهكذا في بقية المنطقة لهم مصالح أيضا متقاطعة مع هذا المطلب. ماذا عن بعد التساؤل هذا أو بعد الرهائن؟ هذا التساؤل الذي سنطرحه على السيد نظير، وأعود إليك أيضا دكتور في هذا الصدد. سيد نظير، ماذا بعد انتهاء صفقات الأسرى التي يبدو أنها متسارعة، يعني 10 محتجزين مقابل يوم واحد فقط من التهدئة، لربما هذا ثمن لا تملكه حماس، سريعا أرجوك. يعني هذا نحن نتحدث عن الأسرى المدنيين، وهذه تعتبر الجانب الأسهل في الموضوع. عندما نصل إلى الحديث على الأسرى العسكريين، وهنالك ضباط وجنود إسرائيليين موجودين في الأسر عند حماس، هؤلاء تطالب حماس مقابلهم بأن يطلق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن في ذلك الأسرى الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر فصاعدا. ونحن نعرف أن إسرائيل يعني تضع يعني 7 أكتوبر كقضية خطيرة جوهرية، تريد أن تسن لها قوانين خاصة وليس القوانين العادية، تريد أن يعامل هؤلاء كما يعامل الضباط النازيون في القانون الإسرائيلي. يعني ونذكر كيف تم جلب ديميانيوك وآيخمان، وتم إعدام آيخمان حسب قانون خاص سن لهذا الغرض. ولذلك هي ليست لن تتنازل بسهولة في هذا الموضوع، ولذلك ستكون تلك المفاوضات عسيرة جدا ومعقدة جدا. الحقيقة الوقت المخصص للمقابلة قد انتهى بالفعل، كان ودي أعود مرة جديدة للدكتور سمير. كل الشكر لك سيد نظير على هذه المعلومات والإيضاحات. ضيفي من الناصرة الكاتب الصحفي الأستاذ نظير مجلي، شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لضيفي من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، شكرا جزيلا لكم. أفادت مصادر يمنية للحدث أن إحباط القوات البحرية الدولية والأمريكية عملية خطف سفينة تجارية قادمة من البحر الأحمر نفذتها ميليشيا الحوثي في خليج عدن على بعد 35 ميلا بحريا قبالة سواحل خور عميرة في محافظة لحج جنوبي اليمن. المصادر أوضحت أن عناصر ميليشيا الحوثي انطلقوا باتجاه سفينة سنترال بارك على متن قاربي صيد، وأقاموا بإطفاء أيضا قاموا بإطفاء أنظمة التواصل بالسفينة، ما أدى لقطع الاتصال عنها. ووفقا للمصادر فقد تدخلت البحرية الدولية في اللحظات الأولى ومنعت تحرك السفينة حتى المساء، حين أيضا تحركت قوات أمريكية واقتحمت السفينة وأنقذت الموقف. استهدفت إسرائيل اليوم مطار دمشق الدولي وأخرجته عن الخدمة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. تسبب القصف الإسرائيلي على المطار بتحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب وذاذقية.
تحدث المرصد السوري عن تصاعد أعمدة الدخان من منطقتي المزة والمعظمية في العاصمة دمشق في أعقاب الانفجارات. وقصفت إسرائيل المطار في 22 من أكتوبر أخرجته أنذاك عن الخدمة لتعود وتستهدفه بعد ساعات على عودته للعمل. التغطية مستمرة دقائق قليلة ونكون معكم في ساعة متجددة من هذه التغطية. إلى اللقاء. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ يستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجمي عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. نقف وإياكم الآن على مشارف مدينة درنا. من هنا بدأت الكارثة في درنا. هل يعني يستطيعون انتشال ناجين حتى الآن؟ وجدت جثة لأحد الأطفال أخرجها الغواصون أمامي. مدينة محيت بأكملها. أجلس الآن على عمارة منجرفة. فرق الإنقاذ التي تعمل هنا، فرق بشرية، لا تزال تحاول. هل يجري السماح بدخول أي شخص إلى المدينة؟ يعني هناك بصيص أمل لإنقاذ بعض الأشخاص إذا كانوا تحت الركاب. الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل. ها هم الغواصون يستعدون للنزول في محاولة منهم لانتشال العديد من الجثمين. بقايا بشر، بقايا أرواح، بقايا أحياء. حتى نحن والإعلام وأهل دارنا بعد ما استوعبوا اللي صار معهم أو حتى اللي عم بيشوفوه هذه اللحظة، يعني هل هم ما زالوا موجودين؟ الآن أسئلة كثيرة حول الموضوع البيئي،
الحدث مدينة درنة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. تبادل الأسرى في ثالث أيام الهدنة. حماس تطلق سراح 14 إسرائيلياً من وسط مدينة غزة مقابل 39 فلسطينياً. قبيل يوم من انتهاء الهدنة، حماس تؤكد سعيها للتمديد، ومجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لاتخاذ القرار. وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة، ونتنياهو يذكر بأهداف الحرب من داخل قطاع غزة. وفي هذه الساعة أيضا شمال القطاع المنكوب والمحاصر يستقبل شاحنات المساعدة تدريجيا، وبلدية غزة عاجزة أمام حجم الدمار. أهلا بكم من جديد. استكمل اليوم الثالث من صفقة الرهائن بإطلاق سراح 17 رهينة لدى حماس مقابل 39 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهائن وصلوا إلى إسرائيل بعد أن تسلمهم الصليب الأحمر من حماس وسط مدينة غزة التي كانت تشهد قصفا متواصلا وتوغلا بريا إسرائيليا. ومن بين الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم 14 إسرائيليا وثلاثة تايلانديين. وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن من بين الرهائن الإسرائيليين 9 قُصّار. All right.
الآن للوقوف على آخر التطورات من داخل قطاع غزة، يحدثنا من دير البلح تحديدا الصحفي أسامة الكحلوت. أسامة، تحية طيبة، أهلا بك مرة جديدة في هذه التغطية، ويعطيكم ألف عافية على كل هذا الرصد ساعة بساعة ولحظة بلحظة. نقف وإياك مرة جديدة على كل ما رصدتموه خلال نهار هذا اليوم من مساعي من الغزيين لمحاولة العودة إلى حياتهم اليومية. يعني لو تحدثنا في ساعات الصباح الباكر كان هناك حالة نزوح إضافية من مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى منطقة الجنوب، خاصة وأن يعني نحن في ثالث أيام التهدئة وفي المرحلة الأخيرة من التهدئة، يوم واحد فقط وينتهي وقف إطلاق النار. نتحدث عن نزوح أعداد كبيرة من السكان في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة وأن هذه المناطق أصبحت مدمرة بالكامل، مربعات سكنية مسحت وسكانها شطبوا من السجل المدني، ولذلك هذا زاد من نزوح أعداد كبيرة من السكان في منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة، ينزحوا عبر شاحنات كبيرة تنتظرهم على شارع صلاح الدين بعد النقطة الأمنية التي وضعها الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، يتجه إلى منطقة الجنوب سواء في مدارس اللواء التابعة للأونروا أو في مناطق مستشفيات قطاع غزة المختلفة في جنوب القطاع. نتحدث هنا على أن الأعداد الكبيرة اتجهت بأمتعتها الشخصية وليس بكامل أغراضها، ولذلك نحن نتحدث عن انخفاض في درجات الحرارة، أجواء باردة الآن، ولكن لا يوجد ما يسد أو يعني يدفئ قلب النازحين أو السكان أيضا في مناطق جنوب قطاع غزة. نتحدث على حالة انتقال للنازحين من المناطق الشرقية، عادوا إلى منازلهم قرب السياج الفاصل، تفقدوا بيوتهم، جميعها متضررة مدمرة مستهدفة، شاهدنا الصواريخ داخل منازلهم لم تنفجر في المنطقة الحدودية شرق مخيم المغازي، شاهدنا المزارعين اتجهوا إلى مزارعهم في المنطقة الحدودية لجني ثمار الزيتون التي ماتت على أشجارها لعدم جنيها في الوقت المحدد بداية شهر أكتوبر والذي كان بداية التصعيد في هذا الوقت بالتحديد. نتحدث هنا عن اصطفاف المواطنين ليومين وثلاثة أمام محطات تعبئة الغاز من أجل الحصول على القليل ما يسد حاجتهم في المنازل، يعني بغالب الأوقات يكون هناك اسطوانة الغاز تكفي المواطن بالاستهلاك العادي لمدة شهر واحد. نتحدث الآن عن اقترابنا من الشهرين خلال الحرب على قطاع غزة، والآن الجميع نفذ ما لديه من غاز، واتجه غالبية السكان والنازحين إلى استخدام الحطب والأخشاب، لدرجة أن أحد المواطنين قال لي خلال لقائه اليوم في أحد محطات تعبئة الغاز أنه اضطر إلى تكسير الخزانة الخاصة في منزله من أجل استخدام هذا الخشب لإشعال النيران لتجهيز الحليب لأطفال وتجهيز الطعام لبقية أسرته. هذا هو الحال، يعني حتى هذه اللحظة من ضمن حالات الأسواق هناك تكدس في الأسواق لشراء المواد الغذائية ومحاولة التزود للأيام المقبلة. المياه أيضا هناك اصطفاف لطوابير من الشاحنات الصغيرة لتعبئة المياه المحلاة وتوزيعها وبيعها في شوارع مدينة دير البلح. نتحدث هنا على أن كل هذا الإقبال وكل هذه الحركة يعني في سوق فارغ من المواد الغذائية والتموينية والمياه. نتحدث هنا على أن ما دخل من المساعدات لم يسد حتى هذه اللحظة ما يسد حاجة قطاع غزة. الأونروا يعني تحدثت قالت أنها بحاجة إلى 200 شاحنة يوميا تدخل إلى قطاع غزة على مدار شهرين من أجل أن يكون هناك اكتفاء وسد لحاجة السكان والنازحين في مناطق قطاع غزة. أسامة، كل الشكر لك حتى الآن، سنعود إليك فور يعني بروز الجديد من كل هذه التفاصيل وبطبيعة حال خلال هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. حدثني من دير البلح الصحفي الفلسطيني أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا لك. قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن البلدية لم تتسلم لتر وقود واحد بعد، بينما 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات التي تعتمد على الوقود لتشغيل الأبار والمحطات لهذه المناطق. وأضاف أيضا أن حجم الدمار كبير جدا، وقال إنهم بحاجة إلى فتح الشوارع لتسهيل حركة طواقم الإنقاذ والإسعافات. حذر من انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تراكم النفايات
وعدم توفير العربات اللازمة لنقلها أو الوقود اللازم لتشغيلها. في قذائف في بعض المراكب تم تدميرهم وبدهم إصلاح، وهذا طبعا عمل حيدمر الصيادين أو دمر الصيادين بشكل كامل. لا يستطيع الصيادين أو لا يقوى على بناء شيء جديد، ولا يستطيعوا كسب رزقهم هم وعائلاتهم في المستقبل بالبساطة. زي ما أنت شايف الدمار الكامل، مصدر رزقنا وحالنا البحر، فيش أي حاجة غير البحر، ولا بديل ولا شيء غير الصيد، يعني لا شغلة ولا عمل. هذا مال قرايبي ودار عمي، لا ظل حسخ ولا ظل مكان ولا ظل شيء، انه الزوارق على كتنا هلك يعني. أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح دخول 100 شاحنة من المساعدات إلى شمال قطاع غزة اليوم الأحد، مضيفا أن 59 شاحنة دخلت أمس. وأضاف المصبح أن المساعدات التي وصلت لشمال القطاع ليست كافية في ظل نقص المواد الغذائية والمياه وتدمير البنى التحتية وأعداد السكان التي ما زالت متواجدة هناك، مشيرا في الوقت نفسه إلى فترة التهدئة أنها ليست كافية لحصر مدى الدمار والعمل على إخراج من هم تحت الأنقاض، وإنما دخل من غاز ووقود لقطاع غزة حتى الآن غير كاف. السلام عليكم. ومع بدء العد التنازلي لانتهاء الهدنة الإنسانية في غزة واستعدادا لمواجهة المقبل، يسارع بعض النازحين في مخيمات خان يونس الزمن لتشييد خيامهم التي تقيهم وأطفالهم من برد الشتاء الذي يطرق الأبواب. مراسل حدث أحمد حرب تجول في مخيم للنازحين بمستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع وأعد لنا هذا التقرير. نحن نقف في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. هكذا تحولت هذه الساحة لعشرات الخيام التي أقامها النازحين الذين جاءوا من المنطقة الشرقية لخان يونس وأيضا المنطقة الشمالية لمدينة غزة. عدد كبير من الخيام أصبحت فارغة كما تشاهدون، تركها أصحابها وتوجهوا إلى منازلهم في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في خزاعة وزنة وعبسان الكبيرة والصغيرة والقرارة وأيضا بني سهيلة، تفقدوا منازلهم وما زالوا حتى اللحظة في تلك المناطق. ولكن أيضا يوجد نازحين من المنطقة الشمالية كحال هذه الأسرة. احكي لنا عن أوضاعكم الآن كنازحين، نزحتم من المنطقة الشمالية في ظل الهدنة الإنسانية، في ظل الهدنة الإنسانية ما رجعتوا على المنطقة الشمالية، كيف أوضاعكم اليوم؟ أوضاعنا صعب لله، احنا رجعنا كنا حافظين أمل احنا نرجع غزة، بس ايش تعون الشرقية روحوا واحنا قعدنا هنا في غزة في الجنوب مجمع ناصر، ما قدرناش نتحرك ولا نطلع وننزل. عصبتنا روح احنا سبنا مالنا وحالنا وجدنا وين على الجنوب نقعد هنا، يعني ما استفدناش حاجة. تعون الجنوب تعون الشمال تعون الشرقية كله مروح، كله من الجماعة كله مروح، الا نضلش غير احنا هنا. أيضا مجموعة من المواطنين بدأوا يتجهزوا لإقامة خيمة في أيضا مجمع ناصر الطبي، كما تشاهدون الأخشاب النيلون في هذه المنطقة بدأوا بتجهيز هذه الخيمة. والله بنجهز في خيمة ومجموعة خيام، يعني لمجموعة من الناس النازحين اللي وصلونا من شمال جباليا ومن مدينة غزة، لهم يومين في العراء موجودين أو 3 أيام، فبنحصل قاعدين مجموعة من الأخشاب والنيلون في مجهود إنه إحنا نقدر يعني نعمل لهم مأوى يعني بسيط متواضع،
يقيهم من الريح والبرد والمطر والشمس. كما شاهدتم وسمعتم مشاهدين حول ما يجري هنا في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي من خيام، عشرات الخيام، وأيضا ما زالت التجهيزات تجري لأيضا نازحين جدد جاءوا من المنطقة الشمالية لقطاع غزة. سوف تستمر هذه الهدنة ليومين، الهدنة الإنسانية المؤقتة، وسوف يعود مئات والآلاف من النازحين من المنطقة الشرقية إلى هذه الخيام بعد يوم، وتستمر أيضا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي تزداد معها أيضا أعداد الضحايا وأيضا الإصابات في كل مناطق القطاع. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي اليوم الثالث للهدنة عبر نازحون عن فرحتهم بالتهدئة النسبية واستئناف حركة الأسواق في خان يونس، وطلبوا بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع آملين بتوقف الحرب. الوضع مستقر شوية وفي هدنة، خرجت من الكامب لأتسوق يعني خضرة فواكه إيش ما بنزلني في البيت. بتمنى أن تستمر الهدنة على طول يعني وقت اطلاق نار ونخلص يعني من موجة الحرب هاي اللي كانت مدمرة على أهل غزة ووقف شلال الدماء النازف، وإن شاء الله يعني تروح الأمور للأحسن والأفضل إن شاء الله. إحنا مطلبنا واحد، عودة الناس النازحين إلى بيوتهم إلى ديارهم في شمال غزة، في بيت لاهيا، في بيت حنون، في الشاطئ، في تل الهوى. حركة كويسة يعني، في حركة كانت ميتة الحركة قبل، الناس لا عارفة لا تطلع ولا تنزل، حين احنا في امان كده كويس يعني، الحياة كويسة، وين الواحد ما بده يروح، وين الواحد بده بيجي بروح وبيجي عادي يعني، الامور تمام الحمد لله. في راحة نفسية نوعا ما، فيش طيران، فيش سماع قصف، بنسمعش انه في شهداء، هذا كثير شيء بأثر علينا في نفسيتنا. وفي خان يونس اشتكى مواطنون من غلاء اسعار المواد الغذائية بما فيها الماء وصعوبة الحصول عليها ونقص التمويل رغم استمرار تدفق المساعدة الإنسانية. توفير الاحتياجات في غزة للأسف غير موجودة، وإن كان موجود ما هو الماء، الماء حتى كل الأسعار صارت عالية جدا. نقص التمويل حتى لو دخل ما دخل من قوافل إنسانية لا تكفي قطاع غزة، لأننا نعلم جميعا أن النازحين أتوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، كان عدد كبير جدا يعني، لا تكفي 1000 أسرة. هذه المساعدات، الوضع يزداد سوء يوم بعد يوم، خاصة في هذه الهدنة، لأنه الشعب تلقى صدمات كبيرة أصعب مما كنا نعيشه. انتقلنا من مرحلة الخوف والرعب إلى مرحلة القلق والحزن واليأس. أتمنى كأي إنسان فلسطيني أن يعيش بحرية وسلام بدون دماء وحرب، لأنه تعبنا، عشنا 10 5 حروب، جل تلك الحروب عشناها كأنها دقيقة من هذه الحرب الشرسة. ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل، يأمل النازحون من شمال غزة أن يتم تمديد الهدنة الإنسانية وأن تتوقف الحرب حتى يتسنى للأهالي العودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية. والله يعني اللي نقول شوية تحسنت الأمور، ونتمنى تضلها على هيك متحسنة، ونتمنى تخلص الهدنة، لأنه الشعب نفسه بشكل عام كله تعبان. أنا اللي بحكي معاك نازح من شمال غزة، طلعنا لمدة 4 5 أيام أكلنا يعني القصف بشكل عام في كل مكان كان. نتمنى الأمور تخلص، يعني ما ضلش فينا طاقة، ما ضلش نتحمل. قد ما الإنسان يتحمل، تحملنا قبل حروب كثيرة، بس زي هذا الحرب عمرنا ما شفنا. نتمنى إن شاء الله تخلص عن قريب يعني، والشعب كله يرجع، كل شيء يرجع لبيته، حتى أنا واحد من الناس لو بيتي كان رايح، بتمنى أرجع بيت أعمل خيمة وأقعد في بيتي وأرتاح. أنا واحد من الناس شايف هنا السوق زي موسم عيد، ما شاء الله الناس كانت مخنوقة قبل، بس اليوم الناس تطلع تتحرك تشتري، بتجيب أغراض اللي بدها إياها، إيش بدها بتلاقيه موجود تشتريه. مع بدء العد التنازلي لانتهاء الهدنة الإنسانية في غزة واستعدادا لمواجهة المقبل، يسارع بعض النازحين في مخيمة خان يونس الزمن لتشييد خيام تقيهم وأطفالهم من برد الشتاء. نتابع. نحن نقف في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. هكذا تحولت هذه الساحة لعشرات الخيام التي أقامها النازحين الذين جاءوا من المنطقة الشرقية لخان يونس وأيضا المنطقة الشمالية لمدينة غزة. عدد كبير من الخيام. إذن أبدأ أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبه باحتمال
تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة. وكانت حماس قالت في وقت سابق اليوم إنها تسعى لتمديد الهدنة من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين وفق بنود اتفاقية الهدنة الإنسانية مع إسرائيل. من جهته عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع قناة أمريكية عن تفاؤله بتمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكنه قال إن ذلك يعتمد على عدد المحتجزين النساء والأطفال الذين تتمكن حماس من تحديد أماكنهم. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن فتاة أمريكية في الرابعة من العمر كانت من بين الذين أطلق سراحهم كذلك. فتاة صغيرة تدعى أبيجيل بلغت الرابعة من عمرها، قضت يوم ميلادها وخمسة عشر يوما آخرين محتجزة لدى حماس. اليوم هي حرة وأنا وجيل ندعو لأن تكون بخير. أبيجيل كانت ضمن 13 محتجزا آخرين ممن أطلق سراحهم من غزة ضمن جهود دبلوماسية مكثفة. هي الآن آمنة في إسرائيل، ونضغط لأن يتم إطلاق سراح آخرين، ولن نتوقف حتى يعود الجميع لأحبتهم. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تستمر الهدنة الحالية وأن يرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يتم إدخال المساعدات الطارئة إلى غزة في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الرهائن. هدفي هو إطالة أمد هذه الهدنة لما بعد غد لضمان خروج المحتجزين والإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخبره بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة بكل قوة في نهاية الهدنة. يأتي ذلك بعد أن أجرى نتنياهو جولة في قطاع غزة لتفقد القوات المنتشرة، وعاد للتأكيد على أن أهداف الحرب التي تشنها بلاده في غزة هي القضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى وفق قوله. وفي موازاة ذلك صدق وزير الدفاع الإسرائيلي على الخطط العسكرية لاستئناف العملية بعد انتهاء الهدنة في وقت أجرى فيه رئيس الأركان هيرتسي ليفي اليوم تقييما للوضع، وأقر الخطط العسكرية لمواصلة القتال. أقول للمقاتلين وللمواطنين سنستمر حتى النهاية، حتى ننتصر، لن يوقفنا شيء. نحن على قناعة بأننا نمتلك القوة والإرادة والإصرار لتحقيق جميع أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية مستعدة لمواصلة المعارك ضد حماس في أي وقت. نحن مستعدون لمواصلة الحرب، قواتنا تواصل الاستعدادات والحصول على الاعتاد، وأيضا تم إقرار الخطط العسكرية المختلفة، ونحن مستعدون للقتال حتى لو كان غدا. هدفنا تحرير الأسرى من حماس، ونعمل على مواصلة القتال وتحرير المخطوفين. يمكننا تأكيد أن قوات جيش الدفاع قضت على قادة في حماس كانت قيادات بارزة، حيث شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر وأعمال إرهابية أخرى ضد مواطني إسرائيل. لمزيد من التحليل ينضم إلي الآن ضيفي من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية، ومن رام الله
الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين. أهلا بكما، اسمحوا لي أن أبدأ النقاش من واشنطن ومن حيث أدلى الرئيس الأمريكي أو عبر عن أمله باستمرار هذه الهدنة. دكتور إدمون، برأيك هل ستضغط الولايات المتحدة بشكل كاف لتمديد هذه الهدنة بعد انتهاء الأيام الأربع؟ أعتقد أن الإدارة قد بدأت فعلا تضغط على القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الهدنة وتبادل الرهائن والأسرى، ولكن في نفس الوقت فأن الإدارة الأمريكية تواجه أيضا ضغوط، هناك ضغوط من يسارها وهناك ضغوط من يمينها داخل الولايات المتحدة، ولكن هناك بداية تغيير في اللهجة التي بدأنا نسمعها من عدد من القياديين الأمريكيين، ومن بينهم مثلا مستشار شؤون الأمن القومي الرئيس بايدن نفسه الذي عبر عن أمله باستمرار الهدنة واستمرار الإفراج عن الرهائن من الجانبين، وبالتالي فإن هذه تثير يعني الكثير من الأسئلة حول الموقف الأمريكي. من ناحية أعتقد أن الرئيس بايدن يواجه ضغوط داخلية وخارجية بالنسبة لمواقفه الأولى التي تبناها من دعم إسرائيل، ولكنه في نفس الوقت أيضا لا يريد الذهاب بعيدا ولا يزال يتعاطف ويتفهم الموقف الإسرائيلي، ولكنه أيضا يواجه ضغوط داخلية وضغوط إقليمية ودولية على السياسة التي تبناها في البداية، وأيضا انتقادات كبيرة للسياسة الإسرائيلية من داخل الحزب الديمقراطي نفسه، وكان أهمها طبعا في اليومين الماضيين يوم أمس واليوم هو السناتور ساندرز المرشح السابق للرئاسة وهو يهودي أمريكي، وكان قد إلى حد ما يمكن القول بأنه كان حذرا في بعض تصريحاته الأولية، ولكنه مؤخرا قال أن نهج الشكات إرسال الشكات على بياض لإسرائيل هو أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي، وأن الولايات المتحدة يجب أن توضح لإسرائيل بأنها وللعالم بأنه في الوقت الذي نحن فيه أصدقاء إسرائيل فأن هناك شروط على هذه الصداقة بيننا وبينها. والسناتور الآخر الذي أيضا تحدث اليوم وهو من القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي وهو السناتور كريس مورفي، الذي قال بأنه يتفق تماما مع ما قاله السناتور ساندرز، وأن مستوى الأضرار التي لحقت بالمدنيين أمر غير مقبول، وقال أن الانتقاد لسياسة إسرائيل والقول بأن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة قد تلعب دور أحيانا في الإساءة إلى الولايات المتحدة وتظهر بأن الولايات المتحدة قد تكون متواطئة ليس أمرا مثيرا للجدل، وأن هناك أضرار لحقت بالمدنيين وهذه ستلحق الضرر كما قال ليس فقط بالمدنيين في غزة ولكنها ستلحق الضرر وبدأت تلحق الضرر بإسرائيل وبأصدقائها، ولذلك فإن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بوضع قيود على إسرائيل وعلى طريقة تعاملها مع المدنيين في غزة، وهذه فعلا طبعا هؤلاء لا يمثلون حتى الآن الأغلبية الديمقراطية، ولكنهم يمثلون تيارات مهمة داخل الحزب الديمقراطي، وبدأنا نرى أن الإدارة قلقة ليس فقط بسبب الضغوط الخارجية بل الضغط الداخلي، لأن الرئيس قادم على انتخابات وهناك في الاستطلاعات الرأي تراجع كبير في أسهم الرئيس بايدن. أستاذ خليل، الجانب الإسرائيلي يبدو أنه وضع ثمناً لتمديد هذه الهدنة وهو 10 محتجزين مقابل كل يوم للتمديد، هل تملك حماس ثمن هذه الهدنة؟ يعني حركة حماس كانت قد أعلنت يعني في السابق، واليوم سمعنا أيضاً يعني نائب رئيس الحركة خليل الحية يتحدث أيضاً عن أن حركة حماس تحاول أن يعني تجمع المدنيين من المحتجزين في قطاع غزة الموجودين لدى فصائل يعني أخرى وربما أيضا لدى عشائر في قطاع غزة، اندفع يعني بعض أعضائها إلى منطقة الغلاف وعادوا أيضا بعدد من المحتجزين حاليا في قطاع غزة، لذلك الأمر مرهون يعني بقدرة حركة حماس على إتاحة الوقت اللازم لها من أجل تجميع ما تستطيع من المدنيين، لكن هذه اللعبة لديها يعني يوجد لها نهاية لن تستمر إلى الأبد، يعني لعبة الهدن مقابل الأسرى والمحتجزين المدنيين
يعني سقفها واضح، يعني هو إما هدنة 6 أيام 7 أيام أو في العد الأقصى يعني 10 أيام، لأن ما يجري الحديث عنه من يعني بشأن المدنيين مزدوجي الجنسية الأجانب هو 100 أو أزيد يعني قليلا، وفي بعض التقديرات تقول أنهم أقل من ذلك. الباقي هم يعني عسكريون، هم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي، وهذه يعني لديها يعني حسبة وثمن يعني مختلف تماما، وهي خارج نطاق التفاهمات الجري التي جرى يعني التوصل إليها. إذن يعني في كل الأحوال نحن أمام هدنة يعني قد تستمر ليوم آخر، إذا ما أعلنت حركة حماس يوم غد يعني بأنها تستطيع أن تؤمن يعني الإفراج عن 10 آخرين وربما أيضا يعني يومين آخرين، ولكن ماذا بعد؟ السؤال هنا المطروح الأساسي هو ضرورة التركز الجهود ليس على الهدن بل على وقف إطلاق نار شامل في قطاع يعني غزة الآن لتجنيب قطاع غزة، وخاصة يعني المزيد من مجازر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل وعمليات التدمير واسعة النطاق. يجب أن يتم التركيز على هذا الأمر، وأعتقد أن هناك بعض المواقف التي بدأت تلحظ هذا الأمر حتى في أوساط بعض الأطراف الأوروبية. يعني سمعنا موقف متقدم من قبل رئيس الوزراء الإسباني، وكذلك إلى حد ما رئيس الوزراء البلجيكي الذي ذهب ليس فقط إلى يعني التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل هو قال أن المقاربة السابقة التي اعتمدت التفاوض على حل الدولتين سقطت، وأن المطلوب ليس التفاوض على حل الدولتين بل موقف دولي لفرض حل الدولتين على إسرائيل. دكتور إدموند، ما هي التوليفة التي يمكن أن تصل إليها الولايات المتحدة وإسرائيل للحفاظ على ماء الوجه الإسرائيلي للوصول إلى أي من الأهداف التي يمكن أن يقدمها الجانب الإسرائيلي أمام المجتمع بعد 7 أكتوبر، وفي نفس الوقت تمنع ارتكاب المزيد من المجازر؟ أعتقد أنه في هذه المرحلة الأمل هو الاستمرار هذه الهدنة لفترة، وذلك لأن عندئذ نرى بأن الأطراف جميعها هي في أزمة، لا يوجد أي طرف من الأطراف الداخلة في هذه الأزمة في وضع جيد أو قوي. صحيح أن إسرائيل لديها قدرات عسكرية كبيرة، وهي مدعومة ودعمتها الولايات المتحدة وقدمت لها مساعدات عسكرية كبيرة، إلا أن في النهاية هي أيضا مأزومة، نرى لأنها اضطرت في النهاية وجزء منها تحت ضغط من قبل الولايات المتحدة، الجزء الآخر أنها على الرغم من محاولاتها ودخولها إلى غزة فلم تعلم أين مكان تواجد هؤلاء الرهائن وأخراجهم كما كان يأمل القادة العسكريين والجميع، وحتى حماس هي أيضا في أزمة، وبالتالي فإن الجميع هو تحت ضغط. ولذلك أعتقد أن هناك نوع من مرحلة اختبار خلال الأسابيع الأسبوعين ربما الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، وبالتالي فعلا اتفق ما ذكره الأستاذ الخليل فيما يتعلق بموضوع مثلا أنه لا يمكن الحديث فقط عن هدنات مؤقتة، هذه الهدنات المؤقتة في النهاية تنتهي، وإذا رجعنا إلى الحرب كما كانت فإن هذه سيكون لها تداعيات خطيرة، ولكن أعتقد أن هناك حاجة فعلا لهدنة دائمة، وهذا ما بدأت تطالب به الكثير من الأطراف الأوروبيين كما تفضلتم وذكرتم وذكر ضيفك الكريم في إسبانيا وفي بلجيكا، بالإضافة إيرلندا ويقال بأنها هي وهناك ضغط على الحكومة الإيرلندية والحكومة وفي جنوب أفريقيا لرفع دعاوى على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى ولو لم يتم تنفيذ مثل هذه أو الوصول إلى أحكام في هذه المرحلة، هذه ضغوط كبيرة ستكون على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة. وهناك أيضا الرأي العام الداخل في الداخل الأمريكي، التصريحات التي نسمعها من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ديمقراطيين واثنين أو ثلاثة من الجمهوريين الذين بدأوا يقولوا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل غير أخلاقي بالنسبة لمهاجمة المدنيين، قصف المستشفيات، قصف المخابز، هذه بدأت تترك تداعيات أيضا داخل الولايات المتحدة، كلها هذه تلعب دور. والإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات، ولذلك فعليها أن تأخذ من ناحية موقف أصدقاء إسرائيل وإسرائيل نفسها، ومن ناحية ثانية موقف المنتقدين للسياسة الإسرائيلية، ولذلك أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون حساسة جدا. أستاذ خليل، اليوم حرصت حركة حماس على إطلاق رهائن من مدينة غزة تحديدا، بالرغم من اقتراب
الاشتباكات إلى مدينة غزة وتمركز القوات الإسرائيلية عند مدينة غزة، وبالرغم من شطر القوات الإسرائيلية لقطاع غزة إلى نصفين، تحرص حماس على إطلاق الرهائن من مدينة غزة، وباستعراض يعني ما وصف بأنه استعراض للقوة مع إطلاق الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين لديها هناك. هل استمدت حماس بعض الثقة برأيك بعد تعاظم الدعم الدولي لوقف إطلاق النار؟ يعني بالتأكيد أن ما حدث هذا اليوم شكل صفعة قوية للأجهزة الاستخبارية والعسكرية الإسرائيلية. كل الادعاء الإسرائيلي قام خلال الفترة الماضية على أساس أن العملية البرية بشكل خاص يمكن أن تؤدي إلى تحرير الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، هذا لم يحدث وسقط هذا الادعاء تماما. والادعاء بأن إسرائيل فرضت، كما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فرضت سيطرتها الشاملة على مدينة غزة وشمالها، أيضا ادعاء يعني خاطئ. كلنا كان يعرف ذلك، لأن العمليات اللي كانت تحدث من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية بهجمات يعني في محيط جباليا، في لاهيا، في بيت لاهيا، في يعني بيت حنون، كلها كانت تشير إلى أن إسرائيل لا تسيطر على تلك يعني المنطقة بل وتتكبد يعني خسائرها. اليوم المشهد كان يعني بالتأكيد يعني سيكون له تبعاته في النقاشات التي تجري في الأوساط يعني الإسرائيلية المختلفة. حماس تظهر باستعراض عسكري بحاضرة شعبية تهتف لها بالقرب من نصب التذكاري المعروف في قطاع غزة للقبضة التي تحمل في يدها قلادة تحمل اسم ورقم جندي إسرائيلي محتجز منذ سنوات لم تستطيع إسرائيل الوصول يعني إليه. كل ذلك يحمل معاني يعني مختلفة. السؤال هنا، إذا ما كانت إسرائيل سوف تعود للعملية العسكرية، من أين ستبدأ؟ هل ستبدأ من مدينة غزة وشمالها لإعادة فرض سيطرتها على هذه المنطقة؟ وهل يعني يمكن أن تتجاوز هذا الأمر وتذهب باتجاه عملية عسكرية في الجنوب وهي لم يعني تتمكن من يعني فرض السيطرة الشاملة والقضاء على حماس في الشمال؟ وإذا ما كانت تستطيع أن تذهب إلى الجنوب، هل تستطيع أن تقضي على حركة حماس؟ بمعنى أن المواقف الدولية الأمريكية والتي أشار إليها الدكتور أدمن قبل قليل، يعني مواقف أمريكية أوروبية تضغط باتجاه عدم الاستمرار في عملية يمكن أن تمس بالمزيد يعني من المدنيين. إذا توقفت إسرائيل في منتصف الطريق، هذا يعني أن هدفها الأساسي سقط، بمعنى أن الحفاظ على قدرات لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ووجود سياسي يعني أن حماس سوف تبقى على الأقل في قطاع غزة لاعب لا يمكن تجاهله. كل الشكر لك دائما أستاذ خليل على كل هذه المعلومات والإيضاحات. حدثني ضيفي من رام الله الكاتب السياسي أستاذ خليل شاهين، والشكر الموصول لضيفي من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظر للحدث أن البيانات المقلقة ومخيفة أيضا حول احتمالية حدوث مجاعة في غزة، كما كشف أن المساعدات التي تدخل غزة قليلة جدا، مشددا على وجوب فتح المعابر دون شروط. للأسف شبح المجاعة لم يختفي من قطاع غزة، لدينا بيانات وإحصائيات مقلقة ومخيفة، يعني ما يقارب من حوالي 500 ألف أو نصف مليون امرأة حامل ومرضع وطفل يعانون من فقدان احتياجات أساسية للتغذية. هناك ما يقارب من حوالي 7000 طفل يعانون من التقزم، حوالي 4000 يعانون من هزال يعني حاد يحتاجوا إلى تغذية، والعدد زاد طبعا مع هذه الأزمة. فهناك تخوف طبعا. المساعدات التي تدخل كما قلنا سابقا هي كقطرة في محيط، حجم الاحتياجات كبير جدا جدا، يجب أن يفتح المعبر لفترات طويلة دون انقطاع. وصف المسؤول بوكالة الأمم المتحدة جيمس ألدر المواطنين في غزة بأنهم يائسون للغاية، حيث يعانون من العطش والجوع بسبب الحرب، مؤكدا إتمام عمليات توصيل المساعدات إلى المستشفيات في القطاع. الناس يائسون للغاية، يمكننا أن نرى ذلك في أعينهم، لم يأكلوا منذ فترة، الأطفال أصبحوا أكثر نحافة، لم يحصلوا على طعام لفترة أيضا.
لقد تمكنا من الوصول إلى المستشفيات وإتمام توصيل المساعدات، وهناك ارتياح عام. ليست مبالغة، ولكن بعض الناس عندما يحصلون على الماء يشربونه فورا ولا ينتظرون أخذه إلى منازلهم لأنهم عطشى منذ أيام. الخوف الكبير لليونيسيف أن يؤدي هذا إلى انتشار أمراض منقولة عبر المياه. دخلت بالأمس حوالي 193 شاحنة تسلمنا نحن كأونروا في نقطة التجميع التابعة لنا، حوالي 137 شاحنة. هناك أيضا 139 ألف لتر من الوقود دخلت. حسب المعلومات الواردة لدينا هناك 61 شاحنة دخلت إلى شمال قطاع غزة، ومدينة غزة تحتوي على مواد غذائية وحليب وأغطية ومياه. هذه العملية مستمرة، هي عملية جيدة، ولكن بسبب الاحتياج الكبير والاحتياجات الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا نعتقد أنه إدخال 200 شاحنة لمدة 4 أيام ستؤثر في الوضع الإنساني المنهار سواء في شمال قطاع غزة أو في جنوب قطاع غزة. ومع دنو الهدنة الإنسانية في قطاع غزة من الانتهاء، تتسارع خطى الغزيين لقضاء بعض حاجياتهم خوفا من عودة الحرب في أي لحظة. دخلت حياتهم في سباق مع الزمن، فيما عقدت الأمال والأماني على تمديد الهدنة ووقف الحرب بشكل تام. الهدنة الإنسانية أعادت لغزة بعضا من معالم الحياة، حتى مع بدء العد التنازلي لنهايتها يسابق الغزيون الزمن لاغتنام ما تبقى في دروب مختلفة. عرفوا في الاستياحات في 2008 و2006 في الاستياحات كله براغ زرعته ثاني وهي نبقى منه. على مرمى حجر من الحدود الإسرائيلية شمالي غزة، عاد مصطفى بحيري متشوقا إلى مزرعته، يسارع لجني حبات الزيتون أو ما تيسر. يقول إن محصول هذا العام وافر لولا أنه محفوف بكثير من المخاطر. يعني ربنا يجيب التهدئة والناس ترجع لبيوتها وترجع لأرضها وتزرع. وفيما اختار آلاف النازحين العودة إلى الديار والبحث في حطامها، اتجه هذا الصياد إلى البحر، مسكنه في السلم والحرب، يتفقد قوارب كانت إلى وقت قريب مصدر قوته. بعض المراكب تم تدميرها وبدن إصلاح، غرف الصيادين تم ضرب في القذائف من البحرية الإسرائيلية. أما هؤلاء الصبية فقد اغتنموا بعضا من ساعات الهدنة لنسيان هول الحرب في ساحات لعبهم القديمة. وهنا وسط خان يونس عاد النبض إلى هذا السوق، حركة بيع وشراء غير طبيعية، فالناس هنا يدخرون ما أمكنهم لما هو آت بعد أيام عصيبة تعثر فيها وصول المساعدات. زي موسم عيد ما شاء الله، الناس كانت مخنوقة قبل، بس اليوم الناس تطلع تتحرك تشتري، بتجيب أغراض بدها إياها، إيش بدها بتلاقيه موجود تشتري. والله يعلم إيش إحنا قاعدين نشتري اليوم، نضبها نخبيها ولا إيش يصير فيها. أما مصطفى وبقية المزارعين فوقف الحرب وحده ما يمكنهم من جني محاصيلهم وزراعة الأرض مجدداً. أنا مواليد الأرض هذه، وانطلعت من الأرض هذه وانجبلت في الأرض هذه،
والله ليخيروني في كل بقاع الأرض بتحب التراب من هذا ما برضى. ساعات الهدنة المتناقصة تلك بقدر ما تؤرق مصطفى وسكان غزة، إلا أن المسار المجهول للقادم يشكل لهم هاجساً أكبر مما فات. عبد القادر خربوش، الحدث. كشف مسؤول أمريكي عن استيلاء مسلحين مجهولين على سفينة النقل سنترال بارك الممولة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن قبالة سواحل اليمن الجنوبية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات خاصة أن المهاجمين استولوا على الناقلة سنترال بارك التي تديرها وتملكها شركة زودياك ماريتايم، وهو ما أكدته سلطات الحكومة اليمنية. شركة الشحن زودياك من جانبها قالت إن سفينتها تعرضت لحادث قرصنة مشتبه به، وقالت إن الأولوية حاليا هي لسلامة الطاقم المكون من 22 فردا من جنسيات مختلفة بينهم روس. سفينة سنترال بارك هي ناقلة نفط ومواد كيميائية تابعة لشركة زودياك ماريتايم، وهي جزء من مجموعة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي إلال عفر، وكانت تحمل على متنها شحنة من حمض الفوسفوريك أثناء الاستيلاء عليها. تأتي عملية الاستيلاء بعد يوم واحد من تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي آخر لهجوم من قبل طائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي. أفادت مصادر يمنية للحدث عن إحباط القوات البحرية الدولية والأمريكية عملية خطف سفينة تجارية قادمة من البحر الأحمر نفذتها ميليشيا الحوثي في خليج عدن على بعد 35 ميلا بحريا قبالة سواحل خور عميرة في محافظة لحج جنوبي اليمن. المصادر أوضحت أن عناصر ميليشيا الحوثي انطلقوا باتجاه السفينة سنترال بارك على متن قاربي صيد، وقاموا بإطفاء أنظمة التواصل بالسفينة ما أدى لقطع الاتصال معها. ووفقا للمصادر فقد دخلت البحرية الدولية في اللحظات الأولى ومنعت تحرك السفينة حتى المساء، حين تحركت قوات أمريكية واقتحمت السفينة وأنقذت الموقف. استهدفت إسرائيل اليوم مطار دمشق الدولي وأخرجته عن الخدمة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتسبب القصف الإسرائيلي على المطار بتحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية. وتحدث المرصد السوري عن تصاعد أعمدة الدخان من منطقتي المزة والمعظمية في العاصمة دمشق في أعقاب الانفجارات. قصفت إسرائيل المطار في 22 من أكتوبر وأخرجته آنذاك عن الخدمة لتعود وتستهدفه بعد ساعات على عودته للعمل. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن ضيفي من بيروت العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. أهلا وسهلا. بداية، الهدف الإسرائيلي برأيك من استهداف مطار دمشق في هذا التوقيت؟ يعني الهدف الأساسي هو إبقاؤه مقفلا، يعني الآن يوم أمس أعلنوا أنه سيفتح بعد ساعات قليلة وتم قصفه فورا مباشرة، والإعلان أتى في نفس الوقت من دمشق ومن حلب. يعني يريد الإسرائيليون إبقاء هذا المطار مقفلا ومطار حلب كذلك لعرقلة التواصل بين إيران ودمشق، أكان بحركة مفدين أو لإمداد حزب الله بما يمكن نقله جوا من معدات متطورة من أجهزة تصويب للصواريخ وغيره. يعني نقل الذخيرة لا أظن أنه يتم جوا، لأن النقل الجوي مكلف في نقل الذخيرة، وأصلا الذخائر متوفرة، إنما يعني عرقلة حركة الأشخاص، يعني مسؤولي الحرس الثوري أو المسؤولون في حزب الله الذين يريدون أن ينتقلوا إلى الخارج، أو تزويدهم بمعدات إلكترونية متطورة لاستبدال تلك التي يمكن أن تكون قد قصفت خلال الشهر الماضي من الاشتباكات على الحدود. يعني يمكن ربط هذا التطور بالجبهة جنوب لبنان؟
طبعا هذا مرتبط عضويا بجنوب لبنان، وأصلا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية يعني تجري في الأراضي السورية وليس في الأراضي اللبنانية. كان لبنان بمثابة ملجأ آمن لحزب الله يستطيع أن يتنقل به دون أن يتعرض لضربات إسرائيلية، وكانت الضربات في الداخل السوري، وكما سماها الإسرائيليون الحروب الصغيرة بين حربين. أما الآن فكل العمليات الكبيرة أصبحت يعني القصف المتبادل يعني أصبح في الداخل اللبناني، ونادرا ما تقوم إسرائيل منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى باستهداف يعني أمكنة أو أهداف تابعة لإيران في الداخل السوري سوى مطاري حلب ودمشق، وذلك لعزل قدر ما يمكن لعزل حزب الله عن الداخل الإيراني. ولكن يعني سيادة العميد، وبعد استعاد إيران عما بات ما كان يعرف بوحدة الساحات بعملية التشتيت إن صح التعبير، الجبهة السورية كانت هادئة نسبيا، أليس كذلك؟ نعم، الجبهة السورية كانت هادئة. أولا رئيس النظام السوري والنظام السوري لا يرغبان بإشعال هذه الجبهة، لأن الجيش السوري مستهلك وهو منشغل في الشمال في محافظة إدلب، الاشتباكات شبه يومية في منطقة إدلب، ويعني أكثر من 35% من سوريا خارج سيطرة النظام. ففي وضع كهذا لا النظام ليس مرتاحا لفتح أي جبهة من الداخل السوري، وقد سارت بعض الإشاعات بأن هناك خلافات بين إيران والنظام السوري حول هذا الموضوع. النظام السوري يتخذ إجراءات لمنع قيام يعني الميليشيات التابعة لإيران من استهداف إسرائيل من الداخل السوري، وهناك دليل على هذه البرودة بالعلاقات بخطاب السيد حسن نصر الله، الخطاب الأول حيث لم يذكر أبدا سوريا. والوقائع على الأرض تشير بشكل واضح أن يعني حصلت ربما عملية أو عمليتان من الداخل السوري، وأن استهداف الجولان حيث الجولان المحتل حصل من لبنان وليس من سوريا. وبالتالي يعني المسرح السوري اليوم فقد من سخونته التي عهدناها خلال السنوات الماضية، يعني على الأقل لمدة 6 أو 7 سنوات كانت الاستهدافات يعني ملحوظة ومتعددة. اليوم أصبح هذا المسرح خارج الاشتباكات سوى مسألة استعمال المطارات، وقد سرت شائعة أيضا بأن حزب الله لجأ إلى الروس لإمكانية استعمال مطار اللاذقية، وكان هناك برودة أيضا يعني سوى بعض الذخائر الكلاسيكية غير المهمة لم يقبل الروس بتقديم هذا المطار أو السماح لحزب الله أو لإيران باستعماله لاستخدام ذخائر أو معدات متطورة. تماما، يعني وهو ما يقودنا عما لربما أشرت إليه سيادة العميد، بعض المعلومات التي أشارت إلى أنه قوات فاغنر تسعى لتسليح حزب الله بتكنولوجيا المتطورة. هل يعني تحاول إسرائيل منع وصول هذه التكنولوجيا إلى جانب حزب الله؟ نعم، هي في الواقع يعني سلم النظام السوري منذ مدة طويلة، سلم نظام دفاع جوي من طراز بانتسير، وهو نظام يطال الأهداف المنخفضة الارتفاع يعني التي تأتي على علو منخفض، وقد استعمل هذا النظام عدة مرات في الداخل السوري. ومنذ ذلك الحين حزب الله استلم بعض من هذه يعني من هذا النظام المنفرد، يعني لا يلزمه يعني معدات متطورة أو متعددة، وقد نقل جزء منها إلى لبنان منذ مدة. يعني قوات فاغنر ربما يعني هذه الدعاية التي سمعناها ربما صحيح ربما غير صحيح، ولكن حزب الله لديه هذا النظام منذ مدة وقد استعمله في لبنان خلال الشهر الماضي. كل الشكر لك دائما سيادة العميد على هذه المعلومات والإيضاحات. حدثني ضيفي من بيروت العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. في ختام الساعة هذا تذكير بأبرز العناوين.
تبادل الأسرى في ثالث أيام الهدنة. حماس تطلق سراح 14 إسرائيلياً من وسط مدينة غزة مقابل 39 فلسطينياً. قبيل يوم من انتهاء الهدنة، حماس تؤكد سعيها للتمديد، ومجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لاتخاذ القرار. وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة، ونتنياهو يذكر بأهداف الحرب من داخل قطاع غزة. كان في ساعتنا الإخبارية، شمال القطاع المنكوب والمحاصر يستقبل شاحنات المساعدة تدريجيا، وبلدية غزة عاجزة أمام حجم الدمار. نهاية الساعة من هذه التغطية مستمرة مع رون الخطيب بعد قليل. إلى اللقاء.